جرين سكرين او الكروما هي عبارة عن ملاية خضراء بتتحط ورا في الخلفية علشان تسهل عملية هذه الخلفية، وفي مرحلة المونتاج بيتم تجاهل اللون الاخضر وبينتهي الحل بالممثل او الحاجة اللي كانت قدامها انها بتظهر على شريط الفيلم او التراك من غير خلفية. ده بيسمح انها لما تتركب على فيلم تاني او تراك تاني بيبان ان هما جزء من العالم اللي موجود في الشريط التاني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.